يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه، وما زالت اجواء الاحتفالات مستمره وفرحه الاهلاويه الحقيقه بالفوز ببطوله الدوري، دوري ابطال افريقيا والدوري العام طبعا ما نسيناهوش يعني، بس فرحه دوري الابطال بتبقى اكبر شويه، ما زالت مستمره الحقيقه. يمكن مكاسب كثيره جدا يعني، احنا يمكن امبارح كان اجواء احتفاليه ورحنا وشفنا نجومنا وشفنا مجلس اداره النادي الاهلي وشفنا الاجواء اللي ابتدت يمكن من لحظه اطلاق الحكم لصفاره النهايه تهدى شويه كده بقى، وتيجي تحسبها الحقيقه مجموعه مكاسب ماديه ومعنويه، والماديه طبعا ليها اهميه كبيره جدا في ظل طبعا المنافسه الرهيبه والمسابقات المتعدده اللي بيدخل فيها النادي الاهلي، لكن الحقيقه من الناحيه المعنويه مكاسب حدث ولا حرج. الحقيقه يمكن يترتب على فوز النادي الاهلي وبطوله الدوري الابطال بصرف النظر على الفوز على الغريم التقليدي طبعا الزمالك، ودي في حد ذاتها بطوله خاصه، ورفع النجمه التاسعه على تيشرت النادي الاهلي، كل ده عظيم جدا، لكن خد بال حضرتك ده ترتب عليه بطولتين تانيين، يعني ده ترتب عليه سوبر افريقيا، ترتب عليه مشاركه في كاس العالم، وكل دي مكاسب كبيره جدا. ناهيك طبعا عن ال 3.5 مليون دولار، وده مبلغ اعتقد هيدعم خزينه الكره في النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وهيساعد في اتمام صفقات محترمه تليق بنادي الاهلي ومشواره الصعب. خدوا بال حضراتكم النجمه التاسعه دي بتحمل اللعيبه والجهاز الفني واداره النادي مسؤوليه كبيره جدا عشان تستمر المسيره، عشان تستمر المسيره لابد من دعم على كافه المستويات، والحقيقه اداره النادي الاهلي ابدا ما بتتاخرش. عندنا كمان فلوس السوبر الافريقي، عندنا فلوس من مشاركه في كاس العالم للانديه، والاهم من ده كله الحقيقه انك بتدخل سيزون جديد معنوياتك في السماء. يعني لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله، لو كان الاهلي خسر البطوله دي كانت الاوضاع هتبقى مش كويسه قوي، سواء بالنسبه للجهاز الفني او بالنسبه للعيبه، واحنا عندنا موسمين تقريبا يعني ورا بعض على طول. فبالتالي الحقيقه مكاسب على كل المستويات، ويمكن النهارده كمان من ضمن اهم المكاسب دي، وانا عارف انه عين جمهور الاهلي على السوبر بس عينه رايحه ابعد شويه وبيفكروا في كاس العالم للانديه، هيكون في فقره مخصصه طبعا لمشاركه الاهلي السنه دي، مين الفرق الموجوده، امتى البطوله، نظامها وكل التفاصيل الخاصه بيها. مساء الخير على حضراتكم مره ثانيه، مساء الخير، معلش طولت شويه يا ساره. لا طبعا ولا يهمك، مساء الخير عليك يا احمد، واحنا في الفرحه اللي احنا فيها دي طول براحتك. مساء الخير على حضراتكم وحلقه جديده من برنامج السادسه، وطبعا يعني قد ايه احنا مبسوطين بدوري ابطال افريقيا، ولو قلت لحضراتكم كل يوم مبروك فمش كفايه، مش هنزهق، حقنا ان احنا نحتفل. ولكن الحقيقه اللي طمني كتير جدا طبعا كلمه طبعا رئيس مجلس الاداره الاسطوره كابتن الخطيب، وهو بيتكلم على انه خلاص الفرحه لازم تكون بحدود، واللي جاي هو الاهم، هو ده الكيان، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، ان احنا في كيان كبير قوي اسمه الاهلي، احنا بنفكر في اللي جاي، من دلوقتي بنفكر في كاس مصر، من دلوقتي بنفكر في كاس العالم للانديه، من دلوقتي بنفكر في السوبر الافريقي، ده مهم جدا الحقيقه. وخليني كمان اقول لحضراتكم انه كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني بيدرس ان هو يستعين بالصفقات الجديده في مباراه الاتحاد في كاس مصر يوم الثلاث اللي جاي، دي خطوه مهمه، عايزين اكيد نشوف اللعيبه الجديده دي في الملعب، عايزين نشوفها بتنسجم مع الفريق او السكواد بشكل كامل. احنا بنتكلم على صفقات، لو هتكلم على الصفقات وبدر بنون وبيكم وطاهر، احنا بنتكلم على صفقات ثقيله جمهور النادي الاهلي مستني منها كتير جدا. يعني لو بتكلم على بدر بنون دايما بقول انه فكره قائد وجاي من نادي كبير قوي في المغرب، نادي رجاء، لنادي كبير قوي هو الاكبر في افريقيا نادي الاهلي، اعتقد فكره ان عندنا لاعب قائد في الحته اللي ورا دي في الدفاع مهمه جدا. بنتكلم على بيكم عامل موسم قوي قوي يا احمد مع وادي دجله، وشارك تقريبا في معظم المباريات مع الفريق وطبعا مع المنتخب الاولمبي. وكمان طاهر يعني صفقه كلنا مستنيين منها كتير قوي، لاعب صغير في السن، سريع، عنده مهارات كبيره، يقدر يلعب في اكتر من مركز، واعتقد ان هو هيكون اضافه كبيره جدا للفريق. هو الاهلي يمكن زي ما قال كابتن سيد عايز يعني يأيد القائمه بسرعه عشان تلحق اللعيبه اللي انت بتتكلمي عليها دي تشارك في ماتش قبل نهائي ونهائي كاس ان شاء الله. هنتكلم على تفاصيل طبعا قائمه النادي الاهلي والوجوه طبعا الجديده اللي بتظهر مع النادي الاهلي في الموسم الجديد، بس خلينا نروح لاهم العناوين. الخطيب يشكر الرئيس السيسي ومؤسسات الدوله بعد النهائي الافريقي. الاهلي يجري مسحه كورونا للاعبيه بعد احتفاليه افريقيا. عبد الحفيظ بيقول الصفقات الجديده تظهر في قائمه مباراه الاتحاد في الكاس. موسيماني عقليه الاهلي قويه، وقلت للاعبين دلوقتي هو وقت الضربه القاضيه. رسميا اعتماد قرار زياده انديه الجمعيه العموميه للجبليه ل 134 نادي. رضا صلاح يتصدر الصحف الانجليزيه.
شادي محمد كل سنه وانت طيب. احد الكباتن التاريخيه طبعا للنادي الاهلي، احنا بنتكلم على انه شادي لوحده رقم قياسي، يعني شادي لوحده حقق عدد من البطولات الحقيقه اللي ما حققتهاش انديه كتيره جدا على مستوى العالم مش على مستوى مصر. فكل سنه وانت طيب، انجازات كتيره جدا، زي ما قلت واحد من الكباتن التاريخيين للنادي الاهلي، ارقام قياسيه، الناس ما تنسالوش مواقف كتيره جدا الحقيقه، وواحد الحقيقه كمان من المنتمين للقلعه الحمراء، حبينا نقول له كل سنه وهو طيب. هنبتدي حلقتنا، احنا معانا اخبار كتيره جدا تخص النادي، وخدوا بال حضراتكم ان العجله دارت بسرعه، يعني زي ما كابتن خطيب امبارح كان بيقول انه احنا ما عندناش وقت نحتفل، هو حقيقي انت داخل على قبل نهائي ونهائي بطوله في خلال 6 ايام ان شاء الله باذن الله نوصل نهائي يعني، وبعدها على طول تلعب سوبر افريقيا، ودي بطوله كبيره جدا وهتلعب مع فريق تقيل، واحد من الفرق التقيله جدا، واصل نهائي كونفدراليه وفايز بكونفدراليه السنه دي، فبتتكلم على فريق ليه وزنه بالتاكيد. فبالتالي عندك 3 ماتشات مهمة جدا في خلال تقريبا أقل من 10 أيام. على كل الأحوال خلينا نبتدي أخبارنا مع حضراتكم الحقيقة بتهنئة وبشكر من رئيس النادي الأهلي للدولة. الحقيقة كابتن محمود خطيب رئيس النادي وجه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة اللي تحملت مسؤوليتها كالعادة بل وفوق طاقتها من أجل إقامة مباراة نهائية لدوري الأبطال في مصر، وأن تخرج هذه المباراة بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية بالرغم من الضغوط اللي أحاطت بها لفترة ليست بقصيرة. وجه أيضا رئيس النادي الأهلي التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين يتحملون العبء الأكبر في كافة المناسبات من أجل أمن وأمان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي أقيمت على أرض مصر خلال الفترة الأخيرة، كما خص بالتحية فريقي الأهلي والزمالك اللذين بذلا جهدا كبيرا منذ انطلاق المسابقة حتى وصل للمباراة النهائية لتضمن مصر كأس البطولة أيا كان الفريق الفائز، وهو شيء يحسب بالإيجاب للناديين الكبيرين. كمان كابتن محمود الخطيب أشار لضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية، معلنا رفضه القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر سواء كان لاعب أو مدرب أو مسؤول أيا كان موقعه، خاصة أن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد، لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى طبعا لا تعني نهاية العالم، ولابد أن تكون الروح الرياضية هي اللغة السائدة بين الجميع. كمان رئيس الأهلي طالب كل الجماهير بانتماءاتها المختلفة طي صفحة أي إساءات سابقة صدرت من البعض، ويجب أن نسمو فوقها، وبلادنا تحتاج إلى التكاتف والوقوف خلف قيادتها، وده طبعا للنهوض بها وتحقيق كل الطموحات، بل لابد أن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة، لأنها أكبر من نتيجة مباراة أو الفوز بأي بطولة. وختاما جدد الكابتن محمود الخطيب تهنئته لأعضاء وجماهير الأهلي، مؤكدا على تقديره الخالص لدعمهم ومساندتهم للنادي طوال الفترات الماضية. الحقيقة يمكن كلمة كابتن محمود الخطيب وبعيدا عن التوجه بالشكر للدولة الحقيقة تستحق هذا الشكر على مجهودات مضنية، مش بس فيما يتعلق بنهائي دوري الأبطال ولكن فيما يتعلق بالنهوض بالرياضة المصرية بشكل عام. لكن الحقيقة كلمة كمان بتتضمن عدد مهم جدا من الرسائل التي نتمنى أن تصل. أنا الحقيقة يمكن وإحنا كنا بنتكلم امبارح وإحنا في يعني في عز فرحتنا وإحنا بنحتفل بواحدة من أغلى البطولات اللي حققها النادي الأهلي، قلت إنه إذا اتحطت الأخلاق في كفة والرياضة في كفة ولابد من الاختيار، لا نختار الاخلاق وتذهب الرياضه الى الجحيم. المفترض الحقيقه ان واحد من اسمى معاني واهداف ممارسه الرياضه هي السمو الاخلاقي، انه الانسان يرتقي بفكره وبمشاعره وباحاسيسه، وده اعتقد يعني شيء اساسي جدا ومفهوم جدا وطبيعي جدا. واتمنى الحقيقه ان كل حد بيتمتع بنجوميه يكون على قدر هذه المسؤوليه. أي خروج عن النص ده شيء بديهي ومتفق عليه، أي خروج عن النص أمر غير مقبول على الإطلاق ومرفوض بشكل تام، لكن برضو لابد أن احنا نسأل ونفهم الأسباب اللي دفعت لهذا الخطأ، وقبل ما نحاسب رد الفعل لابد أن احنا نحاسب الفعل نفسه. على كل الأحوال نتمنى أن الرسالة تكون وصلت، ونتمنى أن احنا نبتدي صفحة جديدة بعيدا عن التعصب وبعيدا عن العنصرية وبعيدا عن أي شيء مقيد،
ترفضوا الاخلاقيات المصريه والطبيعه المصريه بشكل اساسي. احنا بنتكلم فعلا كل يوم يا احمد ان احنا ضد التعصب وضد ان يكون في اي مشاحنات او اي حاجات غير لائقه او خارج نطاق الاحترام بين جماهير الناديين او لاعبين الناديين، واي تصرف طبعا غير محترم او مش داخل اطار الاحترام المعروف والروح الرياضيه مش المفروض ابدا ان هو يكون مقبول. خلينا كمان نكمل مع حضراتكم ونقول لكم ان مسؤول النادي الاهلي قرروا عمل مسحه للاعبين النهارده الصبح الحد، وده طبعا بعد احتفالات التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا والاقيمت امبارح. توافد لاعبو الاهلي والاعضاء الجهاز الفني والاداري على النادي زي ما شفنا مع حضراتكم لاخذ المسحه رغم حصول الفريق على راحه من التدريبات النهارده بقرار طبعا من بيتسو موسيماني المدير الفني الفريق، والمفروض ان الفريق ان شاء الله يرجع للتدريبات بكره يوم الاثنين استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري بعد ما حصل الفريق على راحه من التدريبات النهارده بعد التتويج طبعا ببطوله دوري ابطال افريقيا. المفروض انه موسيماني المدير الفني هيعقد الاهلي جلسه مع اللاعبين قبل التمرين وطبعا يتكلم عن المرحله اللي جايه واهميه حصد البطولات اللي هيشارك فيها الفريق محليا طبعا وافريقيا، سواء بنتكلم على كاس مصر او السوبر الافريقي او طبعا كاس العالم للانديه. زي ما بنقول يا احمد احنا داخلين كل البطولات واحنا بننافس عليها، احنا عايزين كل الالقاب اللي احنا داخلينها، مفيش صحيح. حاجه اسمها ظهور مشرف او خلاص احنا خدنا دوري ابطال افريقيا فمش فارق معانا اللي جاي، طبعا ده كان الهدف الاهم ولكن برضو اللي جاي مهم جدا. صحيح، وزي ما قلت انه في برضو الماتش اللي فات ده ماتش الزمالك كان بمثابه المرور من عنق زجاجه، يعني احنا بنتكلم على فتره طويله جدا عنها عانى منها النادي الاهلي فيها النادي الاهلي من غيابات سواء بسبب الايقاف او بسبب الانتقال او بسبب الاصابه. اعتقد انه القائمه الجديده هتخلي مستر موسيماني معاه اوراق اكتر، مراكز مدعومه بشكل كبير جدا سواء بعد عوده المعارين او الصفقات الجديده اللي حسمها النادي الاهلي. يدخلوا من الماتش اللي جاي بتهيألي برده شويه صعب، يعني ممكن يبقى مستر موسيماني يفكر يريح لعيبتنا شويه اللي يعني ادت موسم طويل جدا ومرهق جدا جدا وممكن يدفع بالصفقات الجديده، بس بتهيألي عشان تدخلي كل الصفقات مره واحده هتبقى صعب جدا، فممكن نشوف اسم او اسمين في الفتره المقبله. طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم في السادسه مره ثانيه. هنطير مع حضراتكم لألمانيا بسرعة جدا، هيكون ليها لقاء من خلال الفيديو كونفرنس مع وينفريد شايفر مدرب المنتخب الكاميروني السابق ولاعب مونشن جلادباخ، واحد طبعا عمالقة التدريب في القارة الأفريقية. نتكلم معاه عن فوز الأهلي وتتويجه باللقب دوري أبطال أفريقيا ومشاركته كمان في كأس العالم. بشكرك على وقتك وبشكرك على انضمامك لينا على شاشة الأهلي، وأبدأ بسماع رأيك عن تتويج النادي الأهلي وتحقيقه للنجمة التاسعة بطولة دوري أبطال إفريقيا. في بداية الأمر أهنيكم وأهني النادي الأهلي على الفوز العظيم، وأهني أيضا فريق الزمالك على الأداء الرائع، وأنا سعيد جدا بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا وتأهله لبطولة كأس العالم للأندية في قطر. ومرة أخرى تهنياتي والتهاني السعيدة لكم وللنادي الأهلي العظيم. مشاركة الأهلي في كأس العالم كيف تراها، وخصوصا كمان في ظل وجود العملاق الألماني بايرن ميونخ، وإيه هي من وجهة نظرك أهم نصيحة توجهها للنادي الأهلي قبل مشاركته في كأس العالم للأندية؟ لقد تابعت في الفترة الماضية النادي الأهلي ومرة أخرى أهني النادي الأهلي، وأرى طبعا فريق بايرن ميونخ فريق قوي فريق عظيم، وهذه مواجهة مهمة جدا، وأتمنى أن يكون في نفس المجموعة في نفس المقابلة مع بايرن ميونخ، فهذا شيء عظيم جدا للكره المصريه وللنادي الاهلي خصوصا بوجود فريق عظيم مثل بايرن ميونخ. ارى الاهلي قد تكون متوفره وقد يصل الى الادوار النهائيه لانه فريق عظيم. بمناسبه مشاركه الفريقين في كاس العالم للانديه، في كثير من الخبراء الرياضه
بيروا تشابه كبير جدا بين منظومه بايرن ميونخ الكرويه ومنظومه الاهلي من حيث الفكر ومن حيث الاسلوب ومن حيث فلسفه الاداره، هل بتوافق هذا الراي؟ يا الاهلي hat eine sehr gute Vereinsführung. نعم. Präsident, Board members. بالفعل عندك بالفعل في اوجه تشابه كثيره بين الفريقين، ليس فقط في كره القدم ولكن في الاداره كما حضرتك عبرت الان عن ذلك. فارى انهم فريقين متشابهين جدا ولدي وخصوصا النادي الاهلي بالإدارة الحالية وبهذا التطوير العظيم الذي نراه كلنا جميعا، وأرى أن بالطبع فريق بايرن ميونخ فريق كما أبلغتكم فريق عظيم جدا وليس فقط من ناحية الكروية من ناحية الإدارية أيضا، فهم فريقان متشابهين جدا وأؤيد هذا الرأي ورأي خبراء الكرة في مصر، وخصوصا بعد تتويج النادي الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا، فهذا ينعكس بالطبع عن الاداره العظيمه للنادي الاهلي، فهي اداره منظمه جدا ولعبت دور هام جدا في تتويج النادي الاهلي، وارى الشبه بالضبط مع نادي بايرن ميونخ في الاداره ايضا. مزبوط. من وجهة نظرك مستر شايفر، يعني احنا بنتكلم على موسم وصل فيه ثلاث أندية مصرية لنهائيات البطولات الإفريقية، وبنتكلم عن تجارب لمصريين ناجحة في بطولات دوري قوية زي الدوري الإنجليزي زي محمد صلاح زي النني زي المحمدي وغيرهم، يعني ليه غاب اللعيب المصري عن الكرة الألمانية رغم انه كان في تجارب كمان سابقة ناجحة زي كابتن هاني رمزي زي محمد زيدان وغيرهم من اللاعبين المصريين؟ لقد تابعت محمد صلاح عندما كان في إيطاليا ولعبت بالطبع ضد فريق منتخب مصر، أنت لديك حق ولكن هذا السؤال صعب جدا لأن أرى أن الكرة المصرية في تطور عظيم ومحمد صلاح والنني وأيضا في النادي الأهلي نفسه هناك لاعبين موهوبين جدا وأرى أنهم يستحقون اللعب في الدوريات الأوروبية وخصوصا دوري الألماني والفرق الألمانية. محمد صلاح هو مثال لذلك ولا أنكر وجود لاعبين مهمين جدا في النادي الأهلي وأتمنى أن يكون لهم الحظ الأوفر في اللعب للدوري الألماني بوندسليغا في الأيام أو السنوات القادمة. بمناسبة الكلام على الاحتراف في يمكن في السنوات الأخيرة ظهر نجوم كتير جدا من دول شمال إفريقيا على عكس تألقوا في أوروبا، يعني عندنا المغربي حكيم زياش، طبعا المصري مو صلاح، عندنا رياض محرز من الجزائر. هل بتعتقد انه الدفه بتتغير في القاره الافريقيه على مستوى اللاعبين المحترفين في اكبر الانديه في اوروبا؟ بالطبع فعلا هناك لعيبه ممتازون لاعبون ممتازون جدا وهم من اهم اللاعبين الذين تاقلموا بسرعه في الدوريات الكبرى مثل الدوري الانجليزي زي مثل محمد صلاح وليس فقط في انجلترا ولكن العكس، هذا التبادل ما بين الكره الافريقيه والكره في انجلترا وايضا في المانيا، فهم لاعبون جيدون جدا وارى ان هناك فرص. وماني لكي لا ننسى ساديو ماني ايضا فهو لاعب مهم وياتي من افريقيا ايضا ليس فقط من الدول العربيه كما قلت حضرتك عن محرز وعن
زياش، فماني فهو من اهم اللاعبين ايضا الافارقه الموجودين في البوندسليغا. في وجودك معنا لازم اسالك على المنتخب الالماني، وهل بتعتبر انه ما يحدث مع المنتخب الالماني في الفتره الاخيره هي مرحله معاناه، وهل انت مع قرار رحيل يواكيم لوف او مع تولي مدرب اخر زي مثلا من الاسماء المرشحه يورجن كلوب مدرب ليفربول مسؤوليه المنتخب الالماني؟ ان هناك بعض المشاكل في المنتخب الالماني مع لوف، ارى من وجهه نظري انه لقد اصبح لوف في هذه الفتره مرهق بعض الامر، مرهق ذهنيا كرويا بلغه الكره، وارى بعض المشاكل في المنتخب الالماني في هذه الفتره. كما لاحظتم اللقاءات الأخيرة مع روسيا على سبيل المثال كان هناك تأخر كبير وعدم التركيز، وأرى ليس هناك فرص كثيرة عند لوف المدرب الألماني للمانشافت الألماني، فهو مرهق ذهنيا أو كرويا في من وجهة نظري، وأتمنى التحسين السريع للمنتخب الألماني. وأرى أن هناك لاعبون ألمان ممتازون في هذه الفترة للأمانة، لابد أن نذكر ذلك، ولكن أنا في حالة من الاندهاش، لماذا لا يؤدون بالشكل المطلوب كما يؤدون في مع فرقهم كبايرن ميونخ على سبيل المثال؟ فهناك شيء ما ليس على ما يرام، لابد من تعديله. مستر شايفر، من واقع خبرتك الطويله في الملاعب الافريقيه، واؤكد انه من المهم ان نفهم العقليه، عقليه اللعيبه، عقليه البلد، من اجل التوافق والاندماج مع لعيبه، من اجل التتويج بالألقاب، ومن أجل الظهور بشكل رائع وأداء متميز، فمهم جدا. من واقع خبرتك في الطويلة مع الكرة الأفريقية، يهمني أعرف رأيك من حيث الترتيب، إيه هي أقوى المنتخبات اللي أنت بتكون حريص على متابعتها في القارة الأفريقية النهاردة؟ هناك فرق لديها لاعبين ممتازين جدا، ولكن يحتاجون أن يبنوا فريق متكامل. اللاعبون الذين يؤدون ويبذلون كل جهد من أجل الظهور بشكل متميز، ولابد على المدرب أن يشجع اللاعبين ويقودهم لتحقيق الهدف والألقاب، فهذا يلعب دور هام جدا. أنا أتحدث مرة أخرى عن المدرب نفسه، كما أبلغتك أن هناك فرق مميزة وقوية جدا في أفريقيا، ولكن لابد أن أؤكد أن المدرب لابد أن يلعب دورا كبيرا، فهو لابد أن يفهم عقلية اللاعبين وعقلية البلد وعقلية الكرة في أفريقيا. أفضل ثلاث منتخبات في أفريقيا من وجهة نظرك؟ مغرب لديها لاعبين ممتازين، مصر بالطبع، الكاميرون، وأمل أن الكاميرون يعود مرة أخرى، ولابد أن لا ننسى أن هناك بعض المشاكل في فريق الكاميرون. في 2004 لقد دربت والفريق الكاميرون، كنت معهم وأرى أنه فريق قوي جدا، لابد أن يعود إلى وضعه وقوته كما كان. هل أثرت الكورونا مستر شايفر من وجهة نظرك على مستوى الكرة، على مستوى الأندية والمنتخبات، على مستوى العالم أيضا، مش بتكلم على القارة الأفريقية فقط؟ طبعا
فيروس كورونا هو شيء سيء جدا، أثر بالطبع على الكرة في العالم بأجمعه. لابد أن نعيش ونتعايش مع ذلك. وأرى كما لاحظتم أن هناك رغم وجود الكورونا في تطور في الكرة في العالم، ليس فقط في أفريقيا أو في مصر، وأرى لابد أن نتعايش مع ذلك. مستر شايفر بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة على شاشة الأهلي، شكرا جزيلا. واحد طبعا من أكبر الأسماء في عالم التدريب في القارة الأفريقية، وكان يهمنا جدا نسمع صوته، خصوصا طبعا أنه مدرب ألماني. الأهلي هيلعب مع بايرن ميونخ إن شاء الله، لسه طبعا القلعة. وخليني أكلم حضراتكم سريعا جدا على كأس العالم، لأنه في ناس اختلط عليها الأمر. الدوري أو بطولة كأس العالم للأندية مقترح ليها نظام جديد، النظام ده بيخلي أنه البطولة تقام كل 4 سنوات بالتناوب مع كأس العالم. طيب عشان بس طيب خلينا في خبر مهم، ده الخبر ده نقلا عن وزارة الشباب والرياضة. طيب رسميا وزارة الشباب والرياضة بتوقف مجلس إدارات الزمالك ودمياط والشرقية والقاهرة، وبتحل مجلس إدارات بعض مراكز الشباب لمخالفات مالية وتحلهم للنيابة العامة. الوزارة الفترة المقبلة بتشهد الإعلان عن نتائج الفحص لعدد من الهيئات الرياضية الهامة والأندية والاتحادات الرياضية. الحقيقة يمكن ده الخبر العاجل اللي جالنا دلوقتي. وخليني أقول لحضراتكم كمان أنه في التفاصيل، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 454 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها التفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية. فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر، وتضمن ما يلي. أولا فيما يتعلق بنادي الزمالك للألعاب الرياضية، فقد تقرر إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنه من مخالفات للنيابة العامة، ووقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنهم من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس إدارة أيهما أقرب. تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة. ثانيا وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضي، الشرقية الرياضي، القاهرة الرياضي بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة. طبعا ده خبر عاجل جالنا دلوقتي. وخليني اختم بس فقرتي سريعا كمان، ارجع حضراتكم لكاس العالم للانديه. من المنتظر انه كاس العالم للانديه زي ما قلت لحضراتكم النظام اللي احنا شفنا فيه او النسخ اللي شارك فيها حتى النادي الاهلي قبل كده وتابعناها، النظام ده مفترض انه هيتغير. في مقترح انه البطوله تتلعب بدل ما تتلعب كل سنه تتلعب مره كل 4 سنين، وبدل ما بتضم ابطال القارات هيكون في ضم لعدد أكبر من الفرق. طبعا لما نتكلم على 4 سنين هيكون في الوقت ده عندنا 4 أبطال لدوري أبطال إفريقيا، 4 أبطال لدوري أبطال أوروبا، 4 أبطال كونفدرالية، 4 أبطال يوروبا ليج وهكذا، والكوبا ليبرتادوريس وهكذا. فبالتالي هيكون عندنا قوام البطولة مشكل أو مكون من 24 فريق في نسخة مصغرة تقريبا من كأس العالم، بس بدل ما بتقام كل سنة هتقام كل 4 سنوات بالتناوب مع كأس العالم. يعني كأس العالم بيتلعب 2022 2026، هنبقى بنتكلم على كأس العالم للأندية 2024 و2028 وهكذا. لكن السنة دي هتكون يعني ما تم استقرار عليه لغاية اللحظة انها هتكون البطولة هتتلعب بنفس النظام القديم، ابطال القارات للموسم الحالي هم اللي هيشاركوا ان شاء الله، بالإضافة طبعا للبلد اللي بيستضيف البطولة بيمثلوا نادي، فبيبقى عندنا 7 أندية بيلعبوا البطولة زي ما تعودنا ان احنا نشوفها في النسخ الأخيرة منها، وكل التوفيق للنادي الأهلي. واعتقد انه يعني عندنا فترة محترمة جدا نقدر مستر موسيماني بداية ياخد نفسه، لأنه راجل من ساعة ما جه الحقيقة مش شايف قدامه، يعني بيطلع من ماتش يخش في ماتش، ما كانش عنده أي وقت الحقيقة إنه يحضر بشكل فيه راحة. وأعتقد إنه الفترة اللي جاية بعد ما نعدي
مرحلة الكاس مصر إن شاء الله ويتم التتويج باللقب ونلعب سوبر أفريقيا كمان، أعتقد هيبقى فيه فرصة كبيرة جدا إن احنا نهدى ونرتب أوراقنا، خصوصا إنه الزنقة اللي احنا كنا عايشين فيها، يعني لو حضراتكم تفتكروا من 3-4 شهور كان الأهلي بيعاني هجوميا وما كانش عندنا حد تقريبا قدام، وأول ما اكتملت الصفوف الأمامية الأجنحة تحديدا كنا بنعاني منها بسببها مشكلة كبيرة جدا، بقى عندنا مشكلة عنيفة في خط الظهر وغيابات كورونا وإيقافات وإصابات وإلى آخره، فبالتالي المرحلة دي خلاص نقطة من أول السطر. بداية من ماتش الكاس أعتقد مستر موسيماني كمان مع عودة المعارين وصفقات الأهلي الجديدة إن شاء الله، أعتقد هيبقى في أريحية كبيرة جدا لمستر موسيماني وهو بيعيد ترتيب أوراقه أو بيعيد صياغة الشكل الجديد للفرقة اللي هتستمر بقى بيها الموسم القادم. فبالتالي عندنا فرصة من هنا، البطولة هتتلعب إن شاء الله في أول فبراير، يعني كانت تقريبا في 3 شهور كاملة نكون بدأنا كمان السيزن الجديد، فإن شاء الله بإذن الله على فبراير الأهلي يكون جاهز لبطولة المستوى فيها عالمي، وعشان برضو ما نبقاش أو عشان نبقى واقعيين، البطولة دي تحتاج من لعيبة النادي الأهلي ومن الجهاز الفني للنادي الأهلي استعداد بشكل مختلف عن كل البطولات. إحنا بنقابل أبطال العالم، أبطال القارات، عندنا طبعا البطلين، بطل الشامبيونز ليج الأوروبية وبطل الكوبا ليبرتادوريس، بنتكلم على فرق من العيار التقيل وغالبا يعني هم المهيمنين بنسبة 100% على ألقاب البطولة، لكن ده ما يمنعش إنه الأهلي يكون عنده طموح إنه على أقل تقدير يوصل للمربع الذهبي، وده شيء بالتأكيد مش هين، يعني مش بالسهل إنك أنت توصل في بطولة بتضم 7 من أبطال العالم للمربع الذهبي، لكن عندنا وقت وعندنا ثقة في ولادنا وعندنا ثقة في جهازنا الفني وفي إدارة النادي الأهلي قبل دول طبعا كلهم، إنها تقدم دعم، مطلوب دعم كبير جدا واستعداد من نوع خاص عشان نوصل للبطولة دي. امبارح يمكن كنت بتكلم على مارادونا في الحلقة، وطبعا أنا يعني أنا واحد من الناس المتحيزين لمارادونا، يعني أنا فتحت عيني على الكورة على 2 حببوني في الكورة، وكانت قصة عشق ما انتهتش، يعني وما اعتقدش إن علاقتي بكرة القدم هتنتهي إلا يعني مع آخر نفس، لكن أنا الخطيب ومارادونا كانوا سبب في حبي للرياضة دي، ومتعة مشاهدة النجوم بالحجم ده مش مرتبطة بس بفكرة المكسب والخسارة، ومش مرتبطة بس بالبطولات، لا مرتبطة كمان بحب الموهبة. أنا من الناس اللي بتحب الموهبة أيا إن كان انتمائها إيه، على فكرة أنا ممكن أبقى بشجع حد في فريق منافس ليا لأني بشوف أو بحبه لأنه بشوف إنه بيلعب كرة ممتعة. مارادونا كان من الناس دي، ويمكن أكتر حد شفته في حياتي كان بيمتعني، كنت بستنى بس الكرة تيجي في رجله ومش عايز حاجة تاني من الماتش، يعني لو الكرة تروح لمارادونا تفضل معاه 90 دقيقة مش فارقة معايا نتيجة الماتش تخلص كام، نكسب ولا نخسر وهكذا. ورحيل مارادونا أثر في أجيال كتيرة جدا، يمكن في أجيال اتظلمت إنها ما شافتش موهبة مارادونا، ما شافتش لعيب يكاد يكون متكامل. خدوا بال حضراتكم إنه حالة الحب وحالة العشق دي النجومية والموهبة ما فيش عليها خلاف. ومارادونا على فكره قصه حياته بره المستطيل الاخضر قصه عنيفه جدا وصعبه جدا، وفيها مش خروج عن النص، يعني فيها زي ما انت عايز قول قصه فيها دراما وفيها انحرافات وفيها مشاكل كتيره جدا، لكن الشيء الوحيد انه حتى رغم اخطاء مارادونا الفادحه في حق نفسه قبل ما تكون في حق موهبته وحق جماهيره، في حق نفسه قبل اي شيء، الا انه استمرت حاله العشق والحب لمارادونا، واللي يمكن ظهرت بشكل كبير جدا بعد رحيله. احنا بنتكلم على انه مارادونا اعتزل تقريبا من ابطال الكره المحلي اكتر يمكن 30 سنه 28 سنه حاجه كده يعني، ورغم كده ما زالت مكانته محفوظه، ورغم كده ما زال اسمه في قلوب وعقول كل اللي بيتفرجوا وبيحبوا كوره. لكن خليني اقول لحضراتكم انه رغم الانحرافات والمشاكل الكبيره جدا اللي عدى بيها مارادونا في حياته في اكتر من مره في اكتر من مرحله، إلا أنه الناس فضلت تحبه لآخر لحظة. ليه؟ لأنه الراجل الحقيقة ما تجاوز في حق أي حد، منافسيه قبل مشجعيه، يعني فكرة أنك أنت ما تقدرش حجم نجوميتك وما تعتبرش أن النجومية دي مفروض تاخدك فيها أو تاخدك لمرحلة أبعد بكتير جدا من أنك أنت تبص لصغائر الأمور، ده يبقى فيه مشكلة وقصور عندك أنت.
مارادونا الناس حبته على اختلاف انتماءاتها وعلى اختلاف ميولها، لانه الراجل تاريخه جوه المستطيل الاخضر كان ناصع البياض، وده شيء مهم جدا. عشان كده قلت لحضراتكم الموهبه مهما كانت عظيمه ومهما كانت مؤثره ومهما كانت جالبه للبطولات والمكاسب، اذا ما اقترنتش واذا ما ارتبطتش بمستوى عالي من الاخلاق فمصيرها النسيان شئنا ام ابينا. طب خلينا نروح طبعا، يعني دي مشاهد ما زال العالم كله متاثر طبعا برحيل مارادونا. طبعا الدوري الايطالي واحد من الدوريات اللي توقف فيها مارادونا، وكانت صفقه انتقاله انا فاكر بعد 86 كاس عالم 86، بالتالي يمكن واحده من اروع البطولات اللي قدمها مارادونا على مدار تاريخه كله، وكان سبب رئيسي طبعا في تتويج الارجنتين، وكان فيها هدفه الشهير، هم هدفين شهيرين في انجلترا. هدف الشهير طبعا رقصي فرقه انجلترا من دائره النص لغايه لما وصل لشيلتون ورقصه وحطها، والهدف الثاني برده الشهير جدا اللي حط فيها الكره في نفس المباراه هدفه الثاني وحطها في انجلترا برده، بس كان بايده المره دي، هدف اثار جدل، كانش فيه فار طبعا، الكلام ده ما كانش موجود اياميها. من بعد البطولة دي مارادونا اتنقل نابولي ونابولي ما كانش في التوقيت ده من الأندية الكبيرة قوي في إيطاليا. اتنقل نابولي في صفقة اهتز ليها العالم كله، 15 مليون دولار في التوقيت ده، احسبها 150 200 مليون دولار بالتوقيت الحالي، وبالتالي ونابولي ما كانش من الأندية العريقة قوي أو الأندية اللي بتنافس على بطولات وحقق بطولات كتير جدا مع مارادونا. عشان كده مارادونا في إيطاليا ليه حالة خاصة. مارادونا في إيطاليا تعتبره بلده الثانية بعد الأرجنتين. على كل الأحوال ما أعتقدش أنه العالم حتى مع مرور الوقت ينسى موهبة كبيرة جدا بحجم دييغو أرماندو مارادونا. خلينا نتواصل مع حضراتكم مرة تانية في السادسة، بس بعد ما نروح لفصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. برحب بحضراتكم مرة تانية، ومش هبقى ببالغ لو بقول ان كل بيت اهلاوي لسه بيحتفل بالنجمة التاسعة، كلنا لسه فرحانين، والحقيقة ان ظروف كتير للبطولة دي وللموسم ده تخلينا نفضل فرحانين وتخلي ان الفرحة مطولة معنا شوية، واحنا بنركز برضو على الجديد وعلى اللي جاي وعلى المستقبل وعلى كاس مصر والسوبر الافريقي وكاس العالم للاندية. لكن ظروف البطولة كان استثنائية في موسم استثنائي صعب جدا، كله اصابات وفيروس كورونا، فكرة الفوز بالبطولة على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك ليها طعم تاني، فكرة الفوز بالبطولة اللي غايبة من 2013 ليها طعم تاني، فكرة الفوز بالبطولة لأول مرة يكون النهائي من مباراة واحدة وبعد هجوم كتير على الكيان ده، وإن احنا بنرد بالأفعال مش بالأقوال، ده يخلينا فرحتنا لسه مكملة. هنتكلم أكتر على النادي الأهلي في الفترة اللي جاية، وطبعا فرحتنا الفترة دي مع نجم النجوم كابتن ماهر همام. منورني يا كابتن. أهلا بيك يا سارة. أهلا بيك. ببالغ لو بقول ان احنا لسه فرحانين وكل بيت اهلاوي لسه بيحتفل؟ دي حقيقه، وانا ببارك طبعا لجمهور النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي، مجلس الاداره ولجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين والجمهور بقى اللي بيشاركنا البطولات دي، الجمهور العظيم طبعا. يعني انا اول مره ساره اعرف ان جمهور النادي الاهلي بالملايين، يعني مش مبالغ لو قلت 80 مليون ناس. لا 80 مليون يا كابتن. ان احنا فعلا من امبارح والنهارده والايام اللي جايه الناس فرحانه بشكل كبير جدا، وده بيرجع للمنظومه ككل. يعني لسه كنت بتكلم معاكي قبل الهوا، حتى التطوير في قناه الاهلي النهارده بيعمل انجاز. صح. مجلس الاداره وتصميم الكابتن محمود الخطيب والرؤيه المستقبليه ان هو يجيب لنا راجل له خبرات افريقيه، وكانت ناس بتشكك في قدرات هذا الرجل وتقول لك يعني او احنا اول مره نجيب مدرب من افريقيا معقوله يعني. فبحيي مجلس الاداره وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب ان هو كان عنده بعد نظر بشكل كبير، حتى التوقيت يعني موسيماني جه في توقيت ساره مرحله انتقاليه صعبه قوي. وبعدين زي ما انت قلتي في المقدمه كورونا والاصابات والضغط النفسي الواقع على اللعيبه صعب قوي. يعني امبارح انا مشفق على لعيبه النادي الاهلي، لان عايز اقول لك الميديا كلها كانت ضد النادي الاهلي في العشر ايام اللي فاتت، الصحافه وسائل الاعلام، يعني مفيش غير قناه الاهلي بس هي اللي كانت مسانده اللعيبه ومسانده الجهاز واجبنا طبعا مجلس الاداره، وده واجبنا كلنا. طب وتفسر بايه ده اللي بتقول يا كابتن ماهر، انه ليه كل الميديا تبقى في وقت زي ده ضد مع انه النادي الاهلي يعني ده النادي الوطني وبيلعب مع نادي مصري تاني طبعا، النادي الاهلي والزمالك احنا بنتكلم على مصر بالظبط، ولا الانتماء مثلا بيحكم؟
انا استغربت يعني اول مره يعني جديد علينا يعني ان يبقى يعني مباراه الزمالك والاهلي اللي بيخسر فيها الاهلي عملت اذاعه. الله طب ما برضه خلي فيها حته تساوي عداله يعني. يعني انت زي ما اجيب مباراه للزمالك بيكسب الاهلي اجيب مباراه للاهلي بيكسب الزمالك. لكن واضح ان صار الفتره اللي فاتت دي كان في ضغط بشكل كبير جدا على المنظومه ككل على نادي القرن مجلس الاداره واللعيبه وفي حمله مع الاسف يعني في حمله مغرضه. لكن زي ما انت قلتي هو البطل كده صح. البطل الدنيا كلها عليه الدنيا كلها ضده وعايزه تنول منه. لكن البطل في الاوقات الصعبه فعلا بيبان معدن اللاعبين المميزين المحترمين. في المباراه دي بان بقى روح الفانيلا الحمراء وبان اصرار اللعيبه وبان ذكاء موسيماني والمسانده من مجلس الاداره. عايز اقول لك كابتن محمود الخطيب كان معاهم في المعسكر يوم بيوم. بمناسبه كابتن محمود الخطيب وهنقف عنده كتير خليني برضه اقول لك انه امبارح كان بيقول مقوله مهمه جدا انه ما فيش نجم هو اللي بيصنع الاهلي بالزبط. او النادي لا الاهلي هو اللي بيصنع النجم. تفسر ده بايه في خلال اللي حصل انه في ناس مشيت من النادي شفت المقوله دي ازاي شفت الكلام هو ده ازاي هو ده ولاد النادي هي دي مبادئ النادي الاهلي اللي اتربى عليها كابتن محمود الخطيب. فهو بينفذ يعني عارفه انت التواصل مجالس الاداره كل واحد بيسلم الرئيس اللي وراه كل واحد بيحط بصمه بيحط طوبه في الصرح الكبير ده. فكابتن محمود الخطيب يعني الفتره اللي فاتت ديت قابل ضغوطات كتيره جدا صار بصراحه يعني من ناحيه المدرب من ناحيه استخدام اللاعبين الناس عماله تسال فين اللعيبه وفين اللعيبه كل ده ظهر في اواني كل ده كان متخطط له بشكل جيد وباحترافيه. فالنهارده انا بقول له من خلال برنامجك الجميل ده مبروك كابتن محمود الخطيب مبروك مجلس اداره مبروك الجهاز الفني مبروك اللاعبين جمهور النادي الاهلي من حقه يفرح. لكن خلاص الفرح جه النهارده خلاص احنا انا شايف اللعيبه كمان ما شاء الله يعني عندها من الثقافه وعندها من الذكاء ان خلاص هي فرحت يوم المباراه وتاني يوم النهارده خلاص. هنتكلم اكيد في اللي جاي بس لازم اكد على كلام حضرتك يا كابتن ماهر انه كابتن محمود الخطيب تقريبا ما كانش بينام الفتره اللي فاتت كلها. السفر للسودان للمغرب لجنوب افريقيا برغم من تحذيرات كتير ليه انه السفر في وقت زي ده او للسودان او كورونا والظروف اللي بتحصل للمغرب ولكن كان مصمم ان هو يكون في ظهر اللعيبه واقف معاهم في كل وقت وده بيفرق جدا مع اللعيبه. الحاله المعنويه عندهم بترتفع جدا لما يكون موجود كابتن الخطيب اسطوره كبيره زيه. و الحقيقه انه ده بيورينا برضو ان الاهلي مش كبير من الفاضي يعني لما يكون رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيكون معاهم لحد اخر تمرينه موجود. ده الحقيقه بيفرق جدا طبعا مع اللعيبه. خليني اسالك شفت الماتش فين وعملت ايه لما قفشه جاب الجول؟ يعني انا قلت بقى اتفرج في البيت يعني واخد بالك بتفائل. الماتشات اللي زي دي على فكره عايزه البيت يعني في ناس طبعا تحب اللمه في حاجه زي دي بس انا بحس ان لازم تركيز كده. طبعا مهم جدا ان احنا كمان كنا برضك علينا ستريس بشكل كبير لان قلقانين على اللعيبه وقلقانين على المباراه وكان يهمنا بطوله غاليه بقى لها فتره 7-8 سنين غايبه عنا. فاحنا كنا محتاجين نكسب البطوله دي كمان حتى للعيبه يا ساره. اللعيبه اول مره في لعيبه اول مره بتلعب بطوله بهذا الشكل ومع نادي الزمالك وفي مصر. فمهم جدا اللعيبه دي كانت تكسب البطوله دي عشان يتفحل اسمها في تاريخ النادي الاهلي طبعا. يعني البطوله دي تحسب للجيل ده كله الانجاز اللي عملوه في بطوله افريقيا لابطال الانديه وطبعا مع منافس بنحترمه أكيد. ومنافس محترم ونادي الزمالك بنقول له هارد لك لان الزمالك قدم مباراه برده جيده كويسه جدا والتوفيق وعدم التوفيق الحمد لله رب العالمين صار كان في صالحنا احنا. يعني عايز اقول لك ان التوفيق ده بيجي نتاج مجهود اتعمل زي ما قلت لك من المنظومه ككل. فاحنا كنا عندنا ثقه في الله بشكل كبير جدا وان التوفيق ان شاء الله هيبقى حليفنا في المباراه دي والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا بشكل كبير بالهدف الجميل لقفشه. عايز اقول لك ان قفشه بقاله مباراتين ثلاثة حتى مع المنتخب. يعني الجول ده هو بيتمرن عليه بشكل جميل في المنتخب او في النادي يعني الموضوع بالنسبة له يعني ثقة. وهو بيقطع كورة كلنا حاسين
حمزه جول ابو تريكه في الصفاقسي في تونس في اخر اخر دقائق المباراه. أفشى بيقول لما شفت جون ابو تريكه وقتها كنت بالفرحه هنط من البلكونه ومش مصدق ان انا اللي دلوقتي بجيب الجون ده والناس ومصر كلها بتحتفل وفرحانه. ويمكن كنت بتكلم مع حضرتك يا كابتن، كنا بنقول ان احنا حسينا ان منتخب مصر هو اللي بيكسب. انه من كتر ما الناس كلها فرحانه، مصر كلها فرحانه واحتفالات لحد بالليل لحد الفجر. كنا في نادي الجزيره انا واحمد سمير قاعدين سامعين بنصور على الهواء لحد 3 و4 الفجر، سامعين الناس بتحتفل ومبسوطه فرحه تانية خالص يا طبعا كابتن. يعني ساره النادي الاهلي هو اللي يعني بيرسم السعاده على وشوش الاهلاويه او وشوش الشعب المصري عامه يعني. فالسعاده دي في احراز بطوله غاليه بهذا الشكل يعني خلت الناس كلها بثقه، والثقه تملي معانا احنا كنادي اهلي بتزودنا لبعد كده زي ما انت قلتي. لسه في كاس مصر، في سوبر افريقي، في بطل الانديه، يعني هنلعب في انديه العالم. فكل ده بيمثل ثقه بشكل كبير جدا، وهو ده النادي الاهلي يا ساره. يعني هو ده أكيد. هو ده البطل أكيد. هو ده نادي القرن اكيد، اللي احنا كل الناس بتقلدنا وكل الناس بتعلم مننا. احنا طول عمر النادي الاهلي مدرسه، من الناحيه الاداريه، من الناحيه الفنيه، من ناحيه الجماهير، مفيش خروج عن النص، قاعدين مركزين بشكل كبير جدا في الهدف اللي احنا بنسعى ليه. يعني اللعيبه ديت في منهم يعني عمره في النادي يمكن سنه او سنتين، لكن بسرعه يخش في الصف ويلتزم ويبقى حاسس بالمسؤوليه وحاسس بالضغط اللي عليه وعايش في حرمان وعايش في قلق فبصراحه انا بحييهم، لان مهمه النادي الاهلي مهمه صعبه جدا، واللي بيخش النادي الاهلي بيقابل صعوبات كثيره جدا من ناحيه الالتزام، من ناحيه البطولات، من ناحيه الاحترام. فكمان انا بحيي الفرقتين على الفير بلاي اللي اتعمل من خلال 90 دقيقه. ما حسناش ان في حد اذى حد او حد خبط في حد، يعني كانوا صراحه بيمثلونا بشكل كبير جدا، بيمثلوا الكره المصريه ومنتخب مصر. فاحنا بنحييهم على الفير بلاي والروح العاليه اللي ظهرت بيها لعيبه النادي الاهلي ونادي الزمالك. اي لاعب بيلبس تي شيرت النادي الاهلي بيعرف انه هيحقق حاجه كبيره. يعني في لعيبه ممكن تبقى قاعده على الدكه بس واخده بطولات بالزبط مع النادي الاهلي، وعشان كده هو ده نادي الانجازات ونادي الطموحات. يعني اي حد عايز يرضي طموحه كلاعب كبير اكيد بيكون في النادي الاهلي، واكيد النادي الاهلي بيشبع الرغبات دي، رغبات النجاح والانجازات. واي حد في النادي الاهلي مدرب او لاعب او جهاز فني بيعمل سي في قوي جدا. يا كابتن ماهر خليني اسالك بقى، موسيماني يعني انت شايف ان فكره غياب وليد سليمان وطبعا ديانج قبل المباراه اثر على فكره قبل المباراه؟ طبعا احنا كان كورونا وليد وصالح وديانج، بس خليني اسالك برضو على وليد وطبعا ديانج بشكل اوضح، يعني ربنا يشفيهم كلهم. اكيد اكيد اثر. عارفه ساره المباريات اللي بالشكل ده بيبقى يا عيني في ضغط واقع على المدير الفني بشكل كبير، لان هو دلوقتي عايز يحضر كذا سيناريو لل 90 دقيقة. طب لو المباراة راحت ل 120 دقيقة يبقى في سيناريو تاني هيزيد. طب المباراة لو راحت لضربات جزاء يبقى في سيناريو تالت هيزيد. فكل الكلام ده أنا مشفق على الراجل موسيماني، لأن عيني اتحط تحت ضغط صعب جدا، وبعدين هو كمان عارف إن هو جاي في مهمة صعبة. هي دي صح، دي اللي مصر كلها مستنيها منه بالظبط. هي دي. فالحمد لله رب العالمين هو قدر في الفترة دي ان هو يحط السيناريوهات اللي وصلته الى بر الامان في خلال ال 90 دقيقه. هو طبعا عارف ان قيمه وليد قيمه كبيره جدا، وليد كابتن فرقه، وليد نضج بشكل كبير جدا، وليد بيعتبر هو الجوكر اللي موجود في الثلث الهجومي للنادي الاهلي، وليد هو اللي بيحرز لنا الاهداف. احنا كنا قلقانين بصراحه جمهور النادي الاهلي على وليد رقم واحد، وبعدين قلقانين كمان على يانج، لان يانج بيمثلنا قوه خارقه في نص الملعب. انقضاضاته، تغطيته، تصويباته، بساطه القصيره، بساطه الطويله، روح القتاليه العاليه اللي بيلعب بيها. فاكيد نجمين كبار وفي مكانين مهمين قوي يا ساره. خد بالك يعني وليد في الحته القدمانيه كمهاجم، وبعدين يانج في حته نص الملعب الدفاعيه. فطبعا الحمد لله رب العالمين. واذا كان ده بيدل يا ساره بيدل على ان الاهلي ما بيقفش على حد. يعني طبعا ما بنقللش بالظبط، ما نقللش من قيمه ولادنا المحترمين وليد ويانج، لكن الباقي يعني قدر ايه يقول
ان انا انا انا, أنا كلنا وليد كلنا يانج وفي اي وقت النادي الاهلي محتاجني انا اكون موجود وهادي في الملعب بالظبط. وهو ده بصراحه اللي بيتحسب لعيبه النادي الاهلي ان هو في وقت الشده فعلا بتبان لعيبه النادي الاهلي. وزي ما قلت لك يا ساره ان هم بقى لهم يعني عمر مش كبير سنه سنتين ويوصلوا للمرحله دي, فانا بحييهم لان المرحله دي بتاعت احساسك بمبادئ النادي واولاد النادي وتاريخ النادي لازم تبقى انت قاعده فتره في النادي الاهلي ما تقلش عن 5-6 سنين عشان تعرفي معنى ايه اللون الاحمر, معنى ايه الشعار, معنى ايه البطولات, دواليب البطولات اللي موجود في النادي الجزيره اللي بيمثل لنا يعني ثقه كبيره جدا. وانت داخله كده تتفرجي على بطولات النادي الاهلي من 1907 لحد 2021, فده تواصل كبير جدا. لو هنقول المنظومه دي عايزه كده تتقطع وتتدرس بصراحه يعني عايزه بقى عايزه سنين. دي حقيقه كده. فالحمد لله 400 يعني ربنا توج لنا تعبنا بشكل كبير يعني. مين ابرز اللعيبه اللي لفتت نظرك في المباراه؟ والله انا شايف ان السوليه بصراحه, وشايف الشناوي, وشايف قفشه. يعني ربنا وفقنا في الثلاثي ده. عملنا طفره بشكل كبير يعني. وزي ما قلت لك ان في لعيبه ممكن ما ظهرتش بالصوره اللي احنا كنا متوقعين, لكن تفسر ده بايه؟ الضغط. الضغط النفسي بصراحه يعني حتى احنا ايامنا الحاجات اللي كانت فيها هي فيها البطوله الكبيره اللي بالشكل ده يعني احنا كتوكو في جيلنا احنا قعدنا 5 سنين بنخفق, 5 سنين مش قادرين نوصل للبطوله دي. وبعدين لما نضجنا بقى ساره وخدنا خبره بدأنا بقى نحقق اول بطوله اللي هي 82, لكن قبل كده كان في ضغط علينا بشكل كبير جدا. ومع الاسف يعني في ظروف صعبه, كانت اصابات بعض النجوم كان عندها امتحانات اخر العام ما بتسافرش معانا, السفرات في افريقيا كانت في منتهى الصعوبه. لكن لما نضجنا مع الاجهزه الفنيه مع مجلس الاداره قدرنا بدأنا 82, ده المفتاح اللي احنا فتحنا بيه البطولة الافريقية. بما انك رجعتني لورا شوية كابتن ماهر, يعني في الاوقات اللي زي دي والمباريات الصعبة والمهمة اللي زي دي كان ايه اللي بيدور بينكو كلعيبة؟ بتتكلموا في ايه الكواليس اللي بينكو قبل المباريات الحاسمة دي؟ يعني عايز اقولك ان احنا زمان ما كانش عندنا المعسكرات اللي هي فيها اللي هي قبل المباراة دي. يعني ممكن يوم او اتنين معسكر قبل المباراة ما كانتش موجودة عندنا. احنا كنا يعني الحاجات دي لسه ما وصلناش ليها, فكنا بنجمع بعض. يعني الكابتن محمود الخطيب مثلا عنده في شقته في العجوزه هنا كان بياخد فتحي مبروك, بياخد الكابتن زيزو, بياخد الكابتن حسن حمدي, مصطفى يونس, واخد بالك, وبعدين انا ومختار وجمال عبد الحميد وحمدي جمعه. يعني احنا بنكيف نفسنا بنفسنا, كل واحد واخد مجموعه وشله معسكر بنفسه. وده اللي بيخلينا يعني احنا بنتميز عن نادي الزمالك بجمعيه اللعب. جمعيه اللعب دي جت من خلال الاعداد دي. كل نجم او كل كابتن واخد مجموعه معاه عايشين بقى مع بعض, اكلين شاربين نايمين. فده بيديكي يا ساره بيديكي يعني تقارب بشكل كبير جدا, بيديكي حب, وبيديكي خوف على زميلك, وخوف على الشعار, وخوف على البطوله, وخوف على ناديكي. النهارده المعسكر بتاع النجوم بتوعنا برضه خلال اليومين اللي قعدوا او 3 ايام اللي قعدوا, طبعا انا بحيي كابتن سيد عبد الحفيظ لان هو فكر بشكل كبير جدا ان هو يفصل بسرعه اللعيبه, لان موضوع كورونا ده كان قلقنا بشكل كبير. فالفصل ده انا شايفه يعني ليه نتائج ايجابيه بشكل كبير. يعني كابتن سيد لما دخل اللعيبه المعسكر هنا بقى صار المعسكر ده بقى المعسكر ده بيبقى ملحمه بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس اداره النادي اللي بيجوا يتابعوا اللعيبه بيشدوا من زورهم, الجهاز الفني, اللاعبين, الجانب الاداري, حتى العمال عم حارس وميكي. يعني تحسي كده ان فعلا البطوله رايحه للنادي الاهلي, النادي الاهلي مركز. الروح دي مش موجوده في مكان ثاني يا كابتن خالص. وانا بقول لك ان احنا فنيا كان الماتش رايح جاي, لكن التوفيق سبحانه وتعالى زي ما قلت لك التوفيق بيجي اللي بيتعب, اللي بيجتهد, اللي عايز. فالحمد لله رب العالمين يعني ان احنا ربنا وفقنا في اليوم ده, وكان التوفيق بالنسبه لنا. فعايز اقول لك ده الفرق بيننا بقى وبين الجيل ده. لكن هي 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 هو هو الاسلوب, هو هو
الفكر، هو هو المعسكرات، وهو هو الاهداف اللي احنا بنسعى ليها. هي فعلا روح التيشيرت الاحمر، روح الفانيلا الحمراء، الروح القتاليه والاصرار هي اللي بتفرق طبعا نادي الاهلي. لسه كتير هنتكلم عنه يا كابتن ماهر همام، خلينا نروح لفاصل وارجع اتكلم معاك بقى على الصفقات الجديده وعن كاس مصر، وبرده هنتكلم عن افريقيا. احنا مش هنبطل الكلام على افريقيا يا كابتن ماهر. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا. برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه معايا كابتن ماهر همام. كنت بتقولي يا كابتن الاغاني دي تخلي جسمك يقشعر. بالظبط، ودي حقيقه. يعني انا كل ما بشوفها وبسمعها بحس ان عايز انزل العب، صح؟ عايز ارجع بالتاريخ تاني بصراحه. فاغاني، انا بحيي بصراحه العمل الاغاني دي للنادي الاهلي، والاغاني دي يا ساره وكل اللي في الكنترول اللي بيشغلوها كل شويه عشان يدونا باور كده واحنا شغالين. يعني فعلا تخلي الواحد يبقى متحمس، خلي الواحد جسمه أشعر، وخصوصا كمان لما تبقى بقى في النادي الأهلي الجزيرة أو في مدينة نصر، تحس بقى بالجماهير الحقيقية. أعضاء النادي بيبقوا يعني متحمسين جدا ومتشوقين جدا للمكسب. فأنا عايز أقول إن الأغاني دي بتحرك الصخر. يعني ممكن بالإعداد الذهني أو النفسي ممكن أنا أشغل الحاجات دي للعيبة قبل المباراة. يعني كابتن حسن شحاتة كان مع منتخب مصر، صح؟ كان بيعمل كده. مستر مانو جوزي كان بيعمل كده، صح؟ كابتن جوري كان بيعمل كده. يعني الاغاني دي تخلي اللعيبه تتحمس بشكل كبير جدا، وتعرف قيمه النادي الاهلي، وتعرف قيمه البطوله اللي نازله عشان تجنيها او 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 او, أو تاخدها او تكسبها. فاغاني بصراحه انا بحيي العمل الاغاني دي للنادي الاهلي، ونتمنى طبعا يعني الاغاني دي والانتصارات دي تبقى على طول بقى ان شاء الله. لما كانوا رايحين يلعبوا الصفاقسي كمان كابتن ماهر في 2006، بعد ما كنا متعادلين 1-1، كانوا عاملين سي دي في الطياره مشغلين كل الاغاني دي والاغاني الوطنيه، وشادي محمد، كابتن شادي محمد طبعا شغال على الجهاز بتاعه. اللعيبه كلها كانت حاسه بحماس وقتها في الطياره. في الاول كانوا بيضحكوا، وبعدين بقى ركزوا جامد جدا، وزي ما انت قلت بتخليك تقشعر كده، تحس انك عايز تنزل تلعب دلوقتي وتجيب البطوله. طبعا، لان جمهور النادي الاهلي ده يعني بيهد الملعب زي ما بيقولوا. انت تخيلي بقى يا ساره لو المباراه دي فيها 100,000، صح؟ 50 للاهلي مثلا، 50 زي تتفرجي على كان نفسنا على طبعا الإبداع. كان نفسنا ان يكون فالنهارده ان شاء الله باذن الله، والحاجات الحلوه اللي بتحصل دي، يعني انا بقول لازم يبقى عندنا جرأه زي ما الجهه السياديه ووزير الشباب والرياضه واتحاد الكوره ولجنه الخماسيه رجعوا لنا الدوري. ودي كانت من ضمن الحاجات اللي كابتن محمود الخطيب كان مصمم عليها. النهارده هي اللي وصلتنا لنهائي افريقيا، يعني عوده الدوري الناس كانت مشككه فيه، لا او مش لا و وكابتن محمود الخطيب كان عنده بعد نظر. يا جماعه احنا رايحين لبطوله اصعب، صح؟ فالنهارده البطوله الاصعب دي محتاجه الدوري يرجع عشان اللعبة دي تبدا تجهز. اكيد. فالحمد لله رب العالمين، يعني كانت رؤيه بالنسبه لنا بشكل كبير، الحمد لله. وقدرنا ان احنا كمان الحمد لله يعني موضوع كورونا ده ان احنا نتغلب عليه بشكل اقوى، لان فعلا هد اللعيبه قوي. هد اللعيبه. فيا رب يا رب ان شاء الله باذن الله، يعني يا رب نعدي الموجه دي ونعدي الوباء ده، يعني ابتلاء كبير مرة على العالم كله إن شاء يعني الله. يا رب ان شاء الله. كابتن، من مكاسب الفوز ببطوله افريقيا هي كاس العالم للانديه. يعني مهم قوي انه عارف فكره البطوله، انه بطل كل قاره بيتنافس بقى ومنافسه كبيره، وبتتكلم على مثلا انه السنه دي هتبقى او في شهر 2 هتبقى بايرن ميونخ. انت بتلعب بايرن ميونخ باذن الله في النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. ودايما بقول انه الاهلي مش عايز يدخل كاس العالم للانديه، او مش بيدخل اي بطوله كظهور مشرف، لا هو بينافس على اي بطوله بيدخلها وبيعمل اقصى ما عنده. شايف ازاي بطوله كاس العالم للانديه؟ شايف ازاي حظوظنا فيها، او خصوصا مع الصفقات الجديده؟ يعني انا شايف ان ايام من وجهه نظري احنا خدنا المركز الثالث وعملنا انجازات بالزبط بشكل كبير. فانا شايف ان الجيل ده ممكن يكمل مشوار جيل ابو تريكه وبركات بالصفقات الجديده. هم اولادنا برضك يعني، والحمد لله رب العالمين ان هم موضوع الاعاره برضك بتحسب لجنه التخطيط، ان هم شافوا ان اللعيبه دي يعيروا للانديه زي الجونه والاتحاد والجيش. الاعاره دي حركت لعبتنا وبدات ياخدوا ثقه. يعني ناصر ماهر على ريان، على بيكهام، على يعني اكرم توفيق، صلاح محسن، شريف. الراجل بدر بانون الوافد الجديد من المغرب. فانا شايف ان برضك دي صفقات، يعني دول ولادنا، يعني مش عايز اقول صفقات، يعني انا بقول رجعوا تاني لبيتهم، رجعوا تاني لناديهم. خد بالك يا ساره، اللعيبه دي بتلعب وعينها على ناديها،
يعني هم يعني بيموتوا نفسهم عشان الجهاز الفني يرضى عنهم ويرجعوا تاني. فطبعا الحمد لله رب العالمين يعني بعد ما أدوا موسم يحسب ليهم الجهاز الفني طبعا قعد وقدر ان هو دول ولاده ولادنا فرجوعهم مره تانية انا شايف مكسب كبير جدا. شايف انه كده الاهلي مكتمل الفتره اللي جايه هنشوف هنبقى محتاجين حاجه تانية ولا الصفقات دي كده خلاص احنا بنتكلم على فريق متكامل جدا؟ انا شايف مع البطولات الكتيره دي محتاجين راس حربه سوبر يعني محتاجين راس حربه زي بنون كده يكون مثلا منتخب المغرب، منتخب تونس، منتخب الجزائر، منتخب غانا، منتخب يعني محتاجين راس حربه. وده ما بيقللش طبعا من مروان محسن وما بيقللش من بادجي، لكن اكيد طبعا هنتكلم على التدعيم ان احنا ندعم على اللي موجود. المكان ده صار احنا خلاص اتعلمنا بقى من الاصابات انه يبقى فيه تدعيم طبعا. فالمكان ده من اخطر الاماكن اللي موجوده في الملعب اللي فيها دوس جامد في خبط جامد. فالنهارده لما عندك ثلاث فراوده على اعلى مستوى يقدروا لو حد اصاب يقدر البديل يخش، يبقى كمان حتى على الدكه عندي ورقه بديله اقدر ادفع بيها في اي وقت. فانا شايف ان احنا يعني حان الوقت بقى ان احنا محتاجين مهاجم سوبر يعني يعني اي نعم مروان وصراحه محسن وبادجي لكن عايزين حاجه بقى، عايزين حاجه ترعبهم شويه في المكان ده. حاجه ترعبهم شويه، تحركهم شويه. هم هو احنا فعلا محتاجين تدعيم انه لو حد فيهم مش في حالته او في اصابه لا قدر الله يبقى طبعا معانا حد تاني او ورقه رابحه تانية. اظن صار انت بتلعبي، خدي بالك يعني انت بتلعبي في كذا بطوله، انت بتلعبي في دوري، بتلعبي في كاس، بتلعبي في افريقيا، بتلعبي في سوبر أندية العالم. بالظبط، وتزاحم مباريات وبطولات كتير ورا بعض. يعني دوري جديد لينا اهو على نهايه اصلا بطوله تانية يا كابتن، واحنا لسه الحمد لله واخدين بطوله امبارح غير الدوري قبل كده او اول امبارح. يعني احنا عندنا كتير، عندنا منافسه كبيره والوقت بيبقى تزاحم مباريات على طول. طيب خليني استاذن حضرتك، وانا عاجبني كمان ظهور اللعيبه في قناه الاهلي وبيتكلموا ان خلاص الفرحه خلاص واحنا من بكره صفحه جديده. بالزبط. بطوله جديده داخلين معسكر. عاجبني الاسلوب ده بصراحه. عندنا بالظبط اكيد عندنا معسكر بكره وعندنا يوم الثلاث مباراه الاتحاد في كاس مصر في السويس. شايف بقى المباراه دي ازاي؟ عايز اقول لك برضك هتبقى منتهى الصعوبه لانك انت كل واحد قدام البطل عايز ينول منه، كل واحد قدام البطل تركيز على اعلى مستوى. نادي الاتحاد بقاله 3 4 ايام في المعسكر مستني، عايز انول من نادي القرن، عايز انول من بطل افريقيا، عايز يعني يا عيني لعبتنا في كل مباراه يا عيني محطوطين تحت ضغط صعب جدا. طب لو حضرتك مدير فني للنادي الاهلي في الفتره دي تغير تخرج اللعيبه ازاي من حاله الفرحه دي ان هم بقى يركزوا انه خلاص في بطوله جايه زي ما كابتن سيد عمل؟ المعسكر ده مهم قوي لان المعسكر ده خلاص بيتقفل عليهم، خلاص التركيز بيبدا. اللعيبه عارفه ان هي رايحه لخصم من السهل، نادي الاتحاد نادي كبير ونادي الاتحاد من الانديه اللي ممكن تحرج اي حد في كاس مصر. وزي ما قلت لك هيبقوا مركزين بشكل كبير جدا، عايزين يظهروا بمظهر بداية موسم جديد قدام النادي الأهلي نادي القرن. فالنهاردة لعبة النادي الأهلي هيبقى فيها عليها لود أكتر، هيبقى عليها ضغط أكتر، إنك أنت زي ما عملت في ماتش الزمالك كده إن أول ربع ساعة الساعة لازم تجيب جول، تجيب جول عشان تبدأي تهبطي النادي الاتحاد أو الجهاز الفني إنه يبدأ يفكر تفكير تاني إنه عايز يعوض، فنقدر يبقى في مساحات نقدر نستغلها. برضك ده من ضمن السيناريوهات اللي موسيماني بيشتغل عليها بشكل كبير. وعايز اقول لك هو ده الاحتراف، ان خلاص الراجل دلوقتي قلب الصفحه، بطوله افريقيا انتهت والكاس دخل دواليب النادي الاهلي، بيبدا بقى دلوقتي هو يحضر لنادي الاتحاد، بيجمع شرايط نادي الاتحاد، المباراه اللي قبل كده، مباراه الكاس اللي وصل فيها نادي الاتحاد، تشكيله اللعيبه المميزه عندهم. ما اعتقدش انك كنت تريح حد من اللعيبه الاساسيه في مباراه زي دي. انا شايف الحمد لله رب العالمين اللعيبه كلها طلعت الحمد لله يعني. والوافد الجديد زي ما انت قلتي ممكن يبقى على فترات، ممكن يبقوا موجودين على الدكه، اقدر استعين. كابتن سيد عبد الحفيظ قال انه هيكون في استعانه بالصفقات الجديده في مباراه الاتحاد. تمام، يبقى الاستعانه حسب رؤيه الراجل بقى والجهاز الفني. اذا انت محتاجه
حاجه في الهجوم يبقى ريان موجود، حاجه في نص الملعب يبقى توفيق موجود، يعني حاجه في خط الظهر عايزه تامني يبقى بدر موجود، لان احنا بدر انا شايف انه متحمس بشكل كبير جدا أوي. وعايز يخش، ففرصه انه احنا نتعرف بيه ويتعرف بجمهور النادي الاهلي ويبقى في ثقه بقى من جمهور النادي الاهلي ان احنا الحمد لله 40 اخترنا صفقه من الصفقات محتاجينها. كنا طبعا مع الاسف الاصابات اللي ضربت ولادنا ونجومنا في حته قلب الدفاع يعني انا قلبي معاهم بصراحه يعني فاتمنى ان شاء الله باذن الله الشفاء العاجل ويرجعوا لنا بالسلامه باذن الله باذن الله. شفت ازاي لقطه مؤمن زكريا في المباراه وقت التتويج دوري ابطال افريقيا؟ وجود مؤمن زكريا اصلا مع الفريق يعني على مدار الموسم على فترات وقد ايه ده رفع من روحهم المعنويه طبعا. واكيد جه برده على كابتن مؤمن بالايجاب طبعا. عارفه ساره من 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 مباراه الدوري، يعني مباراه الدوري ومؤمن موجود معاهم بصفه اساسيه، وزي ما قلتي بيديهم ثقه بالثقه بشكل كبير، لان مؤمن لعيب كان جميل، وطبعا نتمنى له التوفيق والشفاء العاجل. وبعدين موقف مجلس اداره كمان يعني كابتن محمود الخطيب بالزبط. يعني طبعا يعني هو ده روح النادي الاهلي، هو ده ولاد النادي الاهلي. ازاي كابتن محمود الخطيب بيحتضن مؤمن وبيشركوا في المباراه النهائيه بيجيبوا وحتى اللعيبه كمان بتديك كاس يعني يعني حاجه جميله. اذا كان بيدل صراحه على ان فعلا لا النادي الاهلي حاجه ثانيه، اللعيبه دي من معدن ثاني يعني صح. نتمنى الحاجات دي تستمر وتزيد الفتره اللي جايه، وان شاء الله مؤمن نرجع لنا بالسلامه باذن الله يعني باذن الله. شايف مباراه السوبر الافريقي لازم اكلمك عليها، مباراه مهمه وصعبه، هي مش سهله يا كابتن. بس يعني انا في رايي هتبقى اهون من مباراه الزمالك. طبعا لا طبعا لان الضغط النفسي مش هيبقى موجود، بالعكس مش واقع على لعبتنا، روح معنويه عاليه جدا طبعا بقى. وبعدين الحمد لله رب العالمين احنا في تجربتنا مع الوداد والزمالك تجربته مع الرجاء تفوقنا بشكل كبير جدا عليهم، فالنهارده نهضه بركان هو شرف ليه انه يلعب قدام النادي الاهلي يعني هو في السوبر هو بيعتبر مكسب بالنسبه له، وصوله مكسب وشرف ليه انه يلعب قدام النادي الاهلي في بطوله السوبر. لكن المباراه في ملعبنا في استاد القاهره بطوله غاليه بتقلش عن بطوله ابطال الانديه، مهم جدا احنا كمان ان الجيل ده زي ما قلت لك يبدا يحصد البطولات اللي جايه، لان هتفرق معاه في تاريخه بشكل كبير يعني لما يبقى عنده عمره سنه في النادي الاهلي بيشارك بقاله سنه او سنتين ويحقق بطولات بهذا الشكل، فتاكدي بعد 5 6 سنين هيبقى عنده رصيد من البطولات هتتحسب له في تاريخه بشكل كبير. اكيد طبعا. كابتن ماهر انا لما جه موسيماني يمسك النادي الاهلي انا كنت حاسه بحاله كده من الاطمئنان، مبسوطه بالراجل ده، وكان كله بيقول انه كلنا ده طبيعي امتى هيلحق بس تبان بصماته مع الفريق، احنا رايحين على افريقيا والوقت قليل جدا. ما استغربتش ابدا لما حصل من ماتش للتاني للتالت في الدوري، ولا لما حصل مع مباراه الوداد، وكان باين قد ايه الراجل ده حابب النادي وعنده حاجات عايز يضيفها، واكيد طبعا ثقه كامله في مجلس اداره النادي لاختيارهم لموسيماني. ولكن بعد الفوز بافريقيا وبعد مباراه ما كانتش سهله، وان هو يغير فكرته او خطته في الشوط الثاني، او حاسه ان انا دلوقتي لما باجي ابص على الراجل ده حاسه مستغربه شويه، هو عرف يعمل ده بسرعه كده ازاي؟ يعني ازاي قدر ينسجم مع اللعيبه بسرعه؟ ازاي قدر يفهمهم خطته بسرعه ويعمل الاهلي يرجعه تاني وحده متماسكه، شخصيه البطل اللي احنا متعودين عليها من زمان. بالظبط. عايز اقول لك ان هو شخصيته هو كان بيحلم ان يجي يوم يمسك فيه النادي الاهلي، فجات له فرصته سبحان الله بقى. يعني زي ما بيقولوا بقى المصباح علاء الدين ظهر له، فطبعا هو بالنسبه له حلم كبير وحلم جميل. فعايز اقول لك ان موسيماني بعد البطوله دي هو متواضع جدا يعني جداً. ودي دي سمه النجم، سمه البطل، انك انت بعد ما تكسب وتحقق انجاز بهذا الشكل يبقى في نوع من التواضع، في نوع من الاحترام. وهو حتى كمان في تعليقاته ان هو احترم نادي الزمالك قبل المباراه وبعد المباراه، ودي حاجه بصراحه بتحسب له. اتكلم عن نادي الزمالك كلام محترم، قال كان يهمني جدا ان ناخد البطوله دي لان البطوله دي بتمثل لي حاجات كتيره. هو خد قبل كده مع سان داونز، بس مع سان داونز هو ما حسش بالحلاوه اللي مع النادي الاهلي أكيد. يعني ما حسش بال ايه الجماهير دي وايه العالم دي وايه الاحتفالات دي. فهو بالنسبه له
هيجتهد اكتر، هيجتهد اكتر، لان سهل قوي انك توصلي للقمه، لكن انت عشان تحافظي عليها محتاجه مجهود جامد منه ومن مجلس اداره ومن الجهاز الفني ومن اللاعبين كمان، اكيد، لان كلها منظومه واحده لازم تكتمل على يد ايد واحده عشان تبدا نجني البطولات اللي جايه لنا. وفرصه، احنا واخدين ثقه، صح، ثقه بشكل كبير جدا، ف ان شاء الله مش هنبقى مضغوطين بهذا الشكل في البطولات اللي جايه باذن الله. بشكر حضرتك جدا يا كابتن ماهر همام، شكرا على وجودك معايا. شكرا لسارة، وشكرا لحضراتكم على المتابعه، وشكرا لكيان كبير اسمه الاهلي انه بيفرحنا كل يوم وانه مليان انجازات. انا فخوره ان انا بنتمي للكيان ده، واكيد كل واحد من حضراتكم فخور بده. اهلاوي انا والفخر ليا.